الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلاب مدارس العبير الأهلية الصف الثاني الثانوي مكررات، تحية طيبة. وبعد إن شاء الله بنبدأ في الفصل الثالث الذي هو بعنوان الرابطة الآيونية والفلزية. إن شاء الله هنتعرف مع بعض في الفصل ده هو على كيف يتكون المركب الأيوني وما هي خواص المركبات الأيونية، وسوف نتعرف على الرابطة الفلزية وخواص الفلزات. تعال مع بعض الأول، كيف تتكون الرابطة الأيونية في المركبات؟ ملح الطعام من الأمثلة التي تضرب في الأيوني، وهو ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم. تعال نشوف مع بعض كيف يتكون ملح الطعام. يتم إدخال قطعة من الصوديوم إلى قارورة مملوءة بغاز الكلور، ويتم التفاعل الذي أمامك مباشرة. كيف تم هذا التفاعل وما هذه الحرارة الناتجة؟ دي التمثيل للجزيئات المكونة للصوديوم والكلور. طبعا الذي تتحرك هي غاز الكلور، أما البيضاء فهي قطعة الصوديوم الصلبة لأن الكلور غاز والصوديوم صلب. في البداية تكون قطعة الصوديوم أو فلز الصوديوم، وهذه غاز الكلور. طبعا الصوديوم يتكون من 11 بروتون و11 إلكترون و12 شحنة، أو آسف 12 جسيم متعادل، بينما الكلور 18 نيترون 17 بروتون 17 إلكترون. بعد التفاعل يفقد الصوديوم إلكترون، كان 11 أصبح 10، أما الكلور فأصبح 18 إلكترون بدلا من أن كان 17 إلكترون، فيتكون أيون الصوديوم الموجب لأن عدد الشحنات الموجبة أكبر من عدد الشحنات السالبة، ويتكون أيون الكلور السالب لأن عدد الشحنات السالبة أكبر من الموجب. عندما تتكون شحنة سالبة وشحنة موجبة يحدث تجاذب بين الآيونين الموجب والسالب. ثم بتكرار عملية الترابط تتكون الشبكة لملح الطعام كما تراه أمام عينك في المنزل وفي المختبرات وغيرها وكثير من الأملاح تتم بهذه الصورة. تكون ملح الطعام، عندنا الصوديوم ميتال يعني فلز الصوديوم، وكلورين جاز أو غاز الكلور، دي مادة صلبة وهذه مادة غازية. الصوديوم يجب التعامل معه بحذر لأنه من المواد التي تتفاعل مع الماء بسرعة وبسهولة، وعند الإمساك بقطعة الصوديوم بواسطة اليد فإنه قد يسبب أضرار للجلد لأنه يتفاعل مع الرطوبة التي توجد داخل الجلد. وأيضا غاز الكلور هو غاز سام، فلا يجب استنشاقه أو الاقتراب منه. المهم أن الصوديوم يحتوي على إلكترون موجود في المستوى الأخير. المستوى الأول فيه 2 إلكترون التي نمثلها بالدائرة الأولى، المستوى الثاني يوجد فيه 8 إلكترونات وهذه هي الدائرة الثانية، ثم المستوى الأخير وهو المستوى الثالث ويوجد فيه إلكترون واحد فقط، وهذا الإلكترون يسمى إلكترون التكافؤ. أما الكلور فيوجد في المستوى الأول 2 إلكترون، والمستوى الثاني 8 إلكترونات، ثم المستوى الأخير وهو 7 إلكترونات، تمام؟ فبالتالي هنا يكون الكلور
محتاج إلى إلكترون طبقا للقاعدة الثمانية التي تقول أن العناصر تحتاج إلى أن يكون لديها في المستوى الأخير 8 إلكترونات. وطبقا لهذه القاعدة فإن الذرات إما أن تفقد إلكترونات أو تكتسب. ركز معايا كده، الصوديوم في البداية، الصوديوم لا يوجد عليه أي شحنة في البداية، في بداية الفيديو لا يوجد عليه شحنة. الكلور لا يوجد عليه أي شحنة. لاحظ يتكون شحنة موجبة، لاحظ يتكون شحنة سالبة، لأن الصوديوم فقد إلكترون فتحول إلى أيون موجب، والكلور اكتسب هذا الإلكترون فتحول إلى أيون سالب. كيف نتوصل إلى مفهوم الرابطة الآيونية؟ زي ما قلنا إن إلكترون التكافؤ اللي موجود في الصوديوم ينتقل إلى الكلور، فبالتالي يتكون آيون الصوديوم الموجب ويتكون آيون الصوديوم الكلور السالب، وعند وجود شحنتين مختلفتين يحدث بينهما تجاذب قوي جدا، وينتج عن هذا التفاعل طاقة على هيئة حرارة أو ضوء. تعال نوضحها بصورة أكبر. زي ما قلنا أن الصوديوم يوجد لديه إلكترون في المستوى الأخير، وهو يريد أن يصبح إليه عنده 8 إلكترونات، فمن الصعب أن يتم الحصول على 7 إلكترونات إضافية، فيضطر الصوديوم إلى أن يفقد هذا الإلكترون. نرجع تاني، الكلور يوجد لديه في المستوى الأول 2 إلكترون، والمستوى الثاني 8 إلكترونات، أما المستوى الأخير فيه 7 إلكترونات تكافؤ. طبقا للقاعدة الثمانية فإنه يحتاج إلى إلكترون فيكتسب هذا الإلكترون من الصوديوم، بالتالي تكون عندي شحنة موجبة على الصوديوم لأنه فقد إلكترون، وأصبحت الشحنات الموجبة أكبر من الشحنات السالبة، وأصبح الكلور أيون سالب لأنه اكتسب إلكترون، وأصبحت الأيونات السالبة أكبر من الأيونات الشحنات السالبة أكبر من الشحنات الموجبة. عند تكون الأيونات فإنها تتجاذب ويتكون المركب الأيوني كلوريد الصوديوم. عرف الرابطة الآيونية هي القوة الكهروسكونية، بمعنى كهرباء ساكنة، هي القوة الكهروسكونية التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الآيونية. يبقى هي رابطة تنشأ بسبب وجود شحنات مختلفة تتجاذب فيما بينها، وتعرف هذه الرابطة بالرابطة الآيونية. الرابطة الآيونية تكون بين عنصرين، أحدهما فلز مثل الصوديوم والآخر لا فلز مثل الكلور، فدائما المركب الآيوني يتكون من شقين، فلز ولا فلز مثل الصوديوم والكلور. وبالتالي يا شباب نكون وصلنا لحضراتكم مفهوم الرابطة الآيونية، هي تجاذب بين الآيونات الموجبة والآيونات السالبة، ومعنى الآيون هو ذرة مشحونة إما بشحنة موجبة أو شحنة سالبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.